السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنفرز البانيه بطريقتي، طريقه جميله جدا وهتسهل عليكي ومفيش غنى عنها. اكله محبوبه جدا جدا للكبار والصغيرين. انا جبت عندي هنا البانيه وانا اللي قطعته شرايح بالشكل ده. طبعا عايزه تكبري، يعني عايزه السمك يبقى عالي او قليل زي ما تحبي. انا اللي قطعته، طبعا انت ممكن تخلي بتاع الفراخ هو اللي يقطعه لك اللي بتشتري منه. بعد ما قطعته طبعا غسلته كويس وحطيت عليه خل وليمون. دلوقتي بقى هصفيه من الخل والليمون ونشوف هنعمل فيه ايه. بعد ما صفيته من الميه اللي عليه هجيب بقى التتبيله اللي هقعده فيها مش اقل من ساعه، تمام؟ او يعني التتبيله اللي هتتبله طعام اللحمه نفسها. التتبيله عباره عن، انا جايبه هنا بصل فرمته، لو عايزه تقطعيه خشن مش مشكله، كده كده احنا بننفضه بعد كده. ده بصل مفروض بصلتين كبار، هضيفهم كده على قطع الفليه، وهضيف بعد كده ملح. طبعا يا جماعه بتضيف الملح اللي يتبل الكميه اللي معاكي، بس ما تزوديش قوي في الملح. وهضيف هنا نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعايا ربع معلقه صغيره كده من البهارات المطحونه، دي مجموعه بهارات احنا طحنينها. وبعد كده هخلط بقى كده المكونات مع بعضها، هخلط البصل كده مع التوابل في قطع الفراخ. هضيف ايه يا جماعه دلوقتي؟ هضيف عندي شويه من الحليب اللي هو اللبن، مقدار كده نص كوبايه. بصي يا جماعه، انتوا تضيفي زبادي، علبه زبادي، او تضيفي حليب. ليه؟ سواء الزبادي او اللبن هيطري لك اللحم الفراخ من جوه، تمام؟ ما تخافيش خالص. طبعا انت شايفين مثلا السوائل دي او اللبن هتتشربه. بعد ما تسيبيها في الخلطه دي، يا ريت تبيتيها لو ينفع، مش هينفع ما تسيبهاش اقل من ساعه في التتبيله، تمام؟ هتتشرب هي اللبن ده او السوائل الموجوده فيها. هسيبها بقى ونرجع عشان نعملها الكفر الخارجي الوهم الجميل اللي بيخليه مقرمش ولونه ذهبي. بعد ما سبت التتبيله كده، طبعا البانيه في التتبيله ونحطه في الثلاجه يا جماعه. هجيب بعد كده بقى طبعا الكفر الخارجي. هجهز معايا 3 اطباق دقيق، بيض، البقسماط. ده البقسماط العادي اللي بنجيبه. طبعا البقسماط ده انا هضيف عليه الخلطه المقرمشه دي، خلطه البانيه المقرمش. هو بنباع عند العطار كده لوحده، بيبقى عباره عن كورن فليكس مجروش، تمام؟ ده اللي بيديك اللون الذهبي والقرمشه للبانيه، مع دي البقسماط. البقسماط لوحده مش هيديك اللون الذهبي والقرمشه اللي موجوده فيه. البيض هنا انا بضيف عليه لبن، بضيف عليه شويه من الحليب، طبعا عشان اللبن بيمنع شويه من الزفاره. هنشوف بقى هنتبلهم كلهم بتتبيله واحده، تتبيله بسيطه. بضيف هنا ملح على الدقيق، شوية ملح على البيض باللبن، وشوية ملح هنا برضو على البقسماط. بعد كده حطيت ملح على الكل، بحط برضو هنا فلفل اسود وفلفل اسود وفلفل اسود. هضيف انا هنا شطة، الشطة طبعا يا جماعة اختياري، بس انا هضيفها هنا كده على الخلطة الخارجية بس كده. هبدأ كده اقلب البيض، وهقلب هنا التوابل كده. خلطة البانيه كلها متبلة معايا بتتبيلة واحدة وجاهزة معايا. هجيب دلوقتي بقى عند البانيه طبعا لما باجي اخد كده القطعه بنفضها من البصل والتوابل اللي فيها، من البصل بس يعني كده، تنفيضه كده بسيطه. هنزل عندي في الدقيق الاول، وبنفض كده. وبعد كده عندي في البيض، معلش يا جماعة بقى انا اسفة على الاصوات المعدية، طبعا كلنا عندنا كده وبنمر بالظروف دي، اصوات الباعة بس كده. بصفي كده بالشوكة، هنزل عندي على الخلطة. بصوا بقى كده يا حبايبي، باخد كده بكسيها كلها، تمام؟ هي لو حاجة بتبقى اوسع بتبقى افضل. واضغط بقى بايدي كده واكبس، احاول كده ان انا اكبس. هتلاحظوا طبعا ان القطعه معاكي بتكبر بعد ما بتتبليها، طبعا بالحاجات اللي احنا ضفناها وبالكفر الخارجي ده بقرمش. وطبعا لو انت عندك برضو دقيق اصفر ذره، دقيق الذره الاصفر ممكن تضيفي هنا، بتديله اللون الذهبي برضو الجميل. وبعد كده القطعه معايا، جايبه معايا طبق هنا احط معايا جنب هنا، وهجيب تاني كده. طبعا عشان ما اطولش عليكم اخلص انا كده مع بعض الكميه زي ما احنا عارفين كده، الدقيق وانفض، وبعد كده في البيض
بنزلها في البيض، وبعد كده خلطه البقسماط او الفيجيتار دي المقرمشه، وطبعا بدبس كويس عشان تلزق فيها من جميع الجهات وتعمل لي طبقه جميله كده، واطلعها كده على طبق. شايفين طبعا القطعه الصغيره معايا، بتشوفها بتلاقيها كده بتنفش وبتكبر. بصوا يا جماعه، لو عايزه كمان تقطعها صوابع زي ما تحبي، هجهزها كده في الطبق واخلصها معايا كده بنفس النظام. خلاص كده يا حبايبي، انا تبلت بقيه البانيه معايا زي ما عملنا في الاول بالظبط كده، جاهز معايا. بعد كده هجيب عندك بقى الاطباق البلاستيك او الفيت اللي انت هتحطيها في الفريزر. طبعا انت بتحطي في الاطباق على العدد اللي انت عايزاه او الكميه اللي انت حابه تفرزيها، عايزه توزعيها على اكتر من طبق على قد الكميه. بعد كده بجيب عندي الورق الاسترتش ده عشان اغلفها. خلاص كده بعد ما كيستهم طبعا كده البانيه جاهز معايا، هحطه طبعا في الفريزر. وبعد كده عند الاستخدام طبعا هتطلعيه تقليه او تحطيه في الفرن، هيبقى احلى تفريز جاهز معاكي كله بيحبه. بتمنى يا بنات يكون الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تضغطوا لي على زر اللايك لو عجبكم الفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.